مرحبا شباب، ارحب حد يسمعني؟ حد يسمع؟ معك معك. اوكي، يا هلا يا هلا. شو جديد؟ شو جديد في الانريل؟ الانريل والله انا بديت بالبرمجه شويه. اها كودينج. اي باخذ بس فكره شوي، ف سويت توتوريال طبقته فمشي معي تمام الحمد لله. حلو، ممتاز ممتاز. الحين نوريك تطورات. شوف هذا. اوكي شوي، لحظه خلينا نشوف. اي فالحين عندنا هذا، شوف بس ديسبلاي. اوه طاحت هذه، معناته هذه دايناميك. فخلينا اول شيء نشيل الدايناميك اللي عليها. هني محطوط فيزيكس، نشيل الصح. الحين نضغط بلاي. تمام، الحين بدش انا من هالباب هذا، ما يدششني، مسكر. شو نسوي؟ ضمن الشروط ان تجي هني تفتح ليتين، تفتح الليت هذا احمر وتروح على الليت الثاني تفتحه، نشوف الباب تبطل وندش. حلو، هذا هو التوتوريال، كان بالطريقة هذه انك تفتح الليتين يفتح لك الباب وتدش. الحين شلون سوينا هذا بالبلو برنت؟ هذا البلو برنت، هذه الخريطة لا تخترعوا منها، سهلة جدا يعني منطقية. هذا قليت الأزرق وقليت الأحمر، يعني وايد فانكشن بس سهلة، يعني يمكن بخمس دقائق تسوي هذا كله، بس لازم تكون عارف انت كل امر شو يسوي. طبعا تعلم عليها وتعرفهم مع المزاولة راح تعرف. هذا هني والفانكشن هذيلة، هذا الفانكشن اللي يسوي يقلب من ليت الاحمر للاصفر، وهني الانيميشن مال الباب اللي يفتح، الباب هذا اللي يفتح هنا تسوي له الانيميشن. خوش كلام. نبي احنا بركات الحين وينه؟ الان جاي دسلت لها خوش. بانتظاره لان الرندر عندي مش اوكي، يعني ما ادري شلون قاعد يصير في شيء غلط. يعني الماتيريال نسيف هذا، صدق انا للحين ما اعرف شنو شلون يسيف شلون، يعني هذا شنو اسمه البروجكت هذا ما ادري شلون ذبيله بعدين ماني عارف شلون. عموما نسوي ليفل جديد. شنو هذا؟ بيسك امتي اكتر
نبي سفير. هذا ستاتيك، ايوه ستاتيك. الحين هذا بنحط له ماتيريال، نقدر نضغط هني نقول له ماتيريال، اعطيه اي اسم، دبل كليك. الحين ما في اي لون، نقدر نضغط رقم 3 وكليك عاديه طلع لنا مالت الالوان. هني نحط له اللون اللي نبيه، يعني هو ياخذ وقت شوي بالكومبينيشن بالكومبايلينج. هذه ولا رقم 3 3 وكليك. أيوة هذه. المفروض يقلب. أيوة تمام. الحين المفروض هني بس تقول له apply يصير هني اللون. ما صار ليش؟ لأنه ما أعطيناه اللون. نقدر كليك نقطع عليه صار اللون. الحين نبي نعطيه، شوف الحلو، اذا هذا زياده ما تبيه هني تقول له كلين اب ينظف لك. الحين هذيله نضغط واحد ورايت ليفت كليك، هذا يعطيك رقم قيمه، نبي نحطها على الميتاليك. نبي نسوي هذا ميتاليك، نعطيه قيمه شويه بعدين نجرب. نفس الشيء نسوي واحد ثاني كونستنت اللي هو الكونستنت، رقم اضغط رقم واحد ولفت كليك، شوف شلون اعطى لمعه شويه. نبي سبيكلر نعطي سبيكلر، نزيد السبيكلر شويه. نبي نعطيه بعد رفنس اللي هو البلور شوي، نفس الشيء شوف شلون اعطانا السبيكلر هذا الرفنس، شوف شلون يعطيه سموث. الحين شوف صار سموث وايد، نقلل عليه شوي اللي هو البلور. البلور شوف البلور شلون صار، فحطيناه صفر يبين منظره اللي هي مراية. انزين شوف انا هني شلون قاعد يطلع عندي، ليش ما قاعد يطلع هني نفس الشيء؟ نقول له apply قاعد يسوي calculation compiling يابلي اياه. الحين لانه يمكن عشان ما في light خلينا نحط له light، روح على اللايت دايركشن لايت، كأنه مقلوب. لا خلينا نسوي له بيلد لايت. البيلد تقدر تسوي بيلد حق اي شيء، بس اللايت كواليتي تخليه بريفيو، خليه برودكشن، يعني البرودكشن يعني الشكل النهائي. خلينا نجرب يقول له build، ياخذ وقت اكثر البيلد اذا كان بالبرودكشن، اذا كان عندك وايد شغلات. map zine light reboot map check compiling one error okay zero error، تمام حل كل شيء. الحين المفروض تطلع لي الصوره نفس هني، ما طلعت، شوف كانها معكوسه، في reflection وفي speckler، نشوف في الرفنس كل شيء تمام، انما يعني الغيوم فوق ليش مسويهم تحت؟
في سبب طبعا اكيد مو عارفينه. وعرفت ال ال اليو في شلون نقدر نوزعه نفس الطريقه اليو في يعني لازم نحط هني شيء رسمه خلينا نشوف اني ما في HDR هذه صوره تكستشر هذه لا تكستشر شوف مثلا هذه انقطها هني يا ابو نور لحظه الان داخل بركه قال جهاز علق اصبر علشان هو يدخل ويشرح عشان كلنا نسمع. شنو ما فهمت بركات الان جاي لو تاجل موضوع اليوفي دقيقه الحين دخل بركات يلا كمل شرحك. اوكي الحين اذا بنقط هذه طبعا نشيلها رايت كليك نقول له بريك ونقط اليوفي هني الحين المفروض الصوره تصير هني نقول له ابلاي يعطيك العافيه شباب. هلا الله يعافيك هلا والله هلا بركات بارك الله فيك يا هلا بك يا هلا يا هلا رشيد ان شاء الله في شغل حلو اي بس في شغله ما قاعد تصير معانا نشيل نشوف اليو في الحين هذه الحين المفروض تعطينا بدون اي شيء اوكي هذه نبي نسوي لها اليو في نضغط U ولفت كليك طلع لنا تكست كوردينيت تمام اليو في ونزيد هني يا سلام السلام عليكم يا شباب سلام ابراهيم اهلين حياك بركات انت تسمعني زين شوف زاد واضح اليوفي. والشباب أوكي. انا اسمعك لا سمعك ونواف كنا ما يسمعنا لا سامعك عدل يا ريال يا سناديكم الساعة ما حد لا قاعد أرد عليك أنا أنت مو سامعنا يا إبراهيم دخل باليوفي الحين جوا الأنريال ممتاز شوف هذا اليوفي لك اليوم ما احنا عارفين نسويه كان لازم احنا الرصيف نقدر نتحكم فيه مثل ما نبي يا سلام يا ابن أيوة فالحين هذه نفس الشيء نقدر هم نغير الخامة شفت الريفلكشن هذا الحين بسألك عنه شوف الحين بسوي لك شيء وين هذه خلينا نلغي هذه ديليت ابو نواف عشان تحذف الـ الـ الارتباط تضغط الت وتضغط كليك يسار على المنطقه ايوه الت ويسار الت وكليك يسار على الزر نفسه اضغط على الزر اليمين فوق بيس كلر الت وكليك يسار على بيس كلر فوق على اليمين مكان الارتباط مكان الارتباط اضغط كليك يسار مع الت اي اوكي يلغي الارتباط اي يلغي الارتباط ايوه صح اوكي حلو الحين عندنا هذا نفس الشيء بنقلله خلي واحد الى واحد ابلاي شوف صار اكبر الحين شوف طبعا هذه مع النورمال مع هذا تصير حكايه شوف الحين انا بحط اضغط رقم واحد ولفت كليك يعطيني الكونستنت صح تمام اسحبه بالميتاليك ونعطي رقم مثلا شيء خليه يصير ميتاليك شويه شوف حلو عطانا الحين نفس الشيء نسوي هم نضغط واحد ولفت كليك نسحب نقطه بالسبيكلر ونزيد السبيكلر
يا أخي شغل الخامات مرتب هنا ما شاء الله. يعني حوسه بصراحة الماي أحسن. والله عندي إنه مرتب أسهل من الماي بكثير. لا لا شوف السهل يا أخي، شوف السهل في البداية على بالي الصعب يا أخي. لا 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 سهل، هو مجرد ما تعرف السبب خلاص يبطل العجب ما يقولون. شوف الحين هذا سؤالي، حطينا الرفنس اللي هو البلور، حطينا سبيكلر، حطينا ميتاليك. اوكي شنو عندنا الميتاليك؟ يمكن نزيده شويه. وين سبيكلر بعد؟ تمام. وش المشكله ابو نواف؟ انا اقول لك الحين، شوف نشيل هذه، نحط هذه البلور وايد الرفنس. تبغى ابو نواف؟ ايوه حلو. اذا تبغى تدمج بين خامتين اد موجود عندك، يعني تكسر شامبل وال. شوف هني الحين في ريفلكشن السماء فوق صح؟ ايه هني صاير عكس. عكس ابو نواف في نود، اضغط كليك، اضغط اثنين وكليك يسار يعطيك تو اسمه الظاهر يعطيك سالب واحد. ها تو شانل، هذا يعطي تو شانل. لا 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 مو تو شانل، في واحد اسمه انفيرس يقوم بالعكس، والله نسيت اسمه. سالب واحد، اكتب فوق سالب واحد على اليمين، ماينس 1 البحث على اليمين، على اليمين بالبحث اكتب ماينس 1 او كتابه ماينس. لا قصدك 1 ويطلع لي الماينس 1. انا فهمت قصدك 1 نكتب ويطلع 1 ماينس. هذا اتوقع انه يسوي شيء يعني تعكس ال، ممكن هذه ال1 او ممكن ابو نواف باليوفي تقدر نورمال نعكس النورمال. والله انا ناسي، شفتها وورد بوزيشن الظاهر انها بالورلد بوزيشن ابو نواف. لحظة شوف تشبكها بالورلد، خلنا نجرب لحظة. اي كعكس، شوف عكسهم. طيب يعني عكس، بس انا متوقع لا يمكن عشان الرفلكشن هو سوى شوي. انت الكونستانت ابو نواف احذف الكونستانت اللي حطيته. ليش؟ هو اللي يعطيني القيمة، شلون تعطي قيمة حق الماينس؟ لازم هنا يصير ايرور، لازم تعطي كل شيء. طيب خليه صفر القيمة او قيمة صغيرة شيء. يعني جرب صفر. ايه كان جربت. ما يصير. المهم الحين مو مشكله. اربطه بالورلد ابو نواف، اربطه بالورلد بوزيشن. وين؟ شلون؟ بدل النورمال، تحت النورمال اربطه. والله انا شفتها بس ناسي وش وظيفتها. يعني الحين مو هذه المشكله، هذه ممكن يكون في نود شوي يعدل الامور. ليش المشكله؟ الرندر الحين هذا، الرندر هذا مثلا ابي رندر هذه صوره. طيب كويس معك كذا؟ اوكي مثلا كذي، خلها كذي. اوكي ابي السبيكلر وابي هذا الريفلكشن واضح مبين كل شيء تمام. ونروح هني على هذه. ابو نواف ما تسوي رندر الحين ابو نواف، غلط ابو نواف معليش. إيه؟ لازم اول شيء تضغط ايقونه سيف عشان يحفظ لك التغييرات اللي سويتها. انت الان تستعرض بس ما سويت سيف. سيف علي بنفس الخامات. لا مو من هنا، قفل هذه من نفس الخامات ابو نواف. اخر شيء هذه سيف. ايوه الحين ما تفقدت، الحين تم حفظ الخامه عندك. خلاص قفل محرر الخامات، خلاص انت حفظتها الحين. ايه اتوقع الحين تظهر ان شاء الله. طيب نزلت كاميرا ساين ترى ممتازة.
انا حطيتها بس عشان ريفلكشن. اوكي الحين خلي الكاميرا انا بي صوره كابتشر. طيب ما في مشكله. السهم اللي عندك لا لا تحت ايوه هاي ريزوليوشن تمام. بس قبل تطقها ابو نواف اضغط حرف تي على اساس يشيل لك الايقونات الموجوده بسطح المكتب. جي طق حرف تي ايه عشان يشيل لك كل شيء بالجراوند. حلو وزيد الدقه هنا 4 مثلا. بس ابو نواف انت ما لعبت باعدادات الكاميرا عشان تطلع لك صح. اوكي ندش على الكاميرا. كيف روح روح برسبكتيف برسبكتيف اضغط برسبكتيف كرييت كاميرا هير. لا 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 السهم السهم عفوا السهم كرييت قبل الهاي ريزوليوشن تحت تحت مره ايوه تمام. وروح سوي اعدادات الكاميرا تحت على اليمين اللي هي السكرين اللي هي السيتنج سيتنج بوست بوست بروسيس تحت 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 بوست بروسيس سيتنج ايوه افتحها افتحها هي مسكره الحين افتح المنسدله اخر شيء تحت مره تحت مره ايوه خلها 100% كواليتي 100%. هذه شنو هي هذه هذه الان اعطيها 100%. اوكي ابو نواف دائما انت تزيد الدقه من خلال الكاميرا ومن خلال البوست بروس بوست سيتي هذه ليش ما هي اوريدي ماكسيمم رفنس. اوكي ما ادري والله تقدر تتحكم فيهم فوق في اعدادات فوق الموشن بلور الامبيانت كلوجن شوف الامبيانت كلوجن عندك. اوكي احنا ما عندنا الحين تصادم. طيب خلاص اسوي ريندر اضغط على ايقونه الحفظ ايه بيطلع لك المسار اضغط عليه وادخل عليه. الاصل انها تطلع معك. يعني 90% افضل من امس اللي انا سويته بس ولا طيب ابو نواف الايديس شويه هني تكسير مثلا. اشرف ما بنسمعك يا اشرف اهلا وسهلا. حاول تطلع وتدخل مره ثانيه تمام. ابو نواف حط البوست بروسيس على اساس برضو تضيف لك تاثيرات تشوف كيف بوست بروسيس هي للحين ما اشتغلت معك. اي ابو نواف تقدر تزيد الرقم هذا ابو نواف الرقم هذا تقدر تزيده لاربعه تقدر تحطه 5 اوكي زين خلينا نشوف كاميرا خلينا نحط كاميرا اسرع رندر الكاميرا اسرع من هذه ولا هي نفس الشيء ما فهمت يعني رندر كاميرا كلهم نفس بعض اتوقع. طيب عندك الاعدادات ابو نواف تاكد منها فوق الايبك متاكد منها السيتنج لا لا السيتنج اتوقع حاول تطلع وتدخل مره ثانيه تمام ابو نواف عندي نفس الشيء اسمعهم هم ما يسمعون كذا الكواليتي ابو نواف في اعدادات تتحكم بالانعكاسات عن طريق اعدادات الرندر بس ماني عارف لها الحين. اوكي انا شفت الحين الرندر ممتاز حلو اوكي يعني اعطانا افضل من امس حلو اي افضل من امس بكثير يعني طلعت من الكاميرا ممكن نزيد الكواليتي هذا مال. طيب ابو نواف نصيحة جرب السينماتيك الكاميرا السينماتيك أحسن من الكاميرا العادية حقت لأنها تطلع لك دقة عالية. السينماتيك شلون تجيبها من يسار يسار مرة يسار تحت بجنب اللاند وبجنب وش اسمه بالبحث أو بالسينماتيك اضغط عليها السينماتيك أيوة الكاميرا الأخيرة هذه هي اللي تحاكي لك الواقع 100% أفضل من الكاميرا الموجودة هذه عرفت علي؟ خلينا نشوف يلا جربها نجيبها كذي هي أفضل بكثير يعني وضبط إعداداتها رجعها على وراء عشان تلقط ايوه ايوه الحين حطها 100% السكرين تحت بس اختار الكاميرا ايوه تمام تحت حطها 100% سكرين سبيس هذه حط سينماتيك واختار الكاميرا اذا تبغى تكبر يعني سينماتيك
واختار الكاميرا من البرسبكتيف، الكاميرا اللي انت شغال عليها واحد ولا اثنين من البرسبكتيف. من البرسبكتيف مرة ثانية، مرة ثانية من نفس المكان، من نفس المكان. لا لا، نفس المكان اللي كنت فيه ابو نواف نفسه. ايوه البرسبكتيف ايوه هذه تمام حلو. طيب الحين زود الاعدادات سكرين. ما اقدر اتحرك، ليش تتحرك ابو نواف؟ بس بالكليك يمين وكليك يسار بدون الالت، الالت تضيعك جوا الكاميرا، الالت تضيعك. اوكي اطلع اطلع مره ثانيه. أوكي. اطلع مره ثانيه. فهمت اوكي. طيب ونواف زود ال، اختار الكاميرا اول. انا مختار انا الكاميرا. اختارها. لا انت الحين ما انت على الكاميرا، اختار الكاميرا من الاوتلاينر. على الفلور هني انا. اي هذا سينيمات سيني كاميرا اكتر. ايوه اللي هي سينماتيك، يعني كاميرا سينمائيه. انزل تحت الاعدادات تحت مره اخر شيء. هني نزيد سكرين. هذا ايوه أي. خليها 100%. اي شوف حلو. شوف 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 يغير والله. اي اوكي تمام. اي طيب ابو نواف العب بالاعدادات حق سبيكولار من داخل الاعدادات هنا فوق. اطلع شوي فوق شوي، دور شيء له علاقه الامبيانت. لا الريفلكشن في شيء الامبيانت. خلينا ننزل هذا، خلينا نطلع الامبيانت نشوف. طيب نزل البوست بروسيس لان في اعدادات اكثر من الكاميرا الظاهر. البوست بروسيس من القائمه الرئيسيه فوق السينماتيك وفوق البيسك وفوق اللايت اللي هي فوليوم افكت، فيجوال افكت على اليسار. وين وين؟ على اليسار، على اليسار بالقائمه الرئيسيه اختار الفيجوال افكت نزلها. اوكي اول واحده، اول واحده هذه ينزلها وخليها باي مكان، لا تلعب فيها. أوكي. اضغط على انباوند، انباوند بس. اي هذه تمام. نشوف السيتنج حقتها هذه على طول، على طول جنبك مباشره. السيتنج تو كانت عندك. ايوه شوف اي شيء له علاقه بال، غير الوان المشهد تمام. اوكي حلو. غير لي الريفلكشن اذا في شيء له علاقه بالريفلكشن ابو نواف. اوكي ضغط اوكي. شوف اي شيء تحت، اي شيء له علاقه بالريفلكشن دور. الجلوبال الوميشن ما فيها. المسك وش فيها؟ وينها؟ المسك، المسك نفسها تحت تحت تحت. ما ادري وش المسك اصلا بسألك. فوق السكرين، فوق الدقة. ما أدري وشي. طيب شوف السكرين سبيس مفعلة بالكامل ولا لا. السكرين سبيس المفروض أنها 100%. زود الكواليتي تمام. طيب بعطيك معلومة أبو نواف، اضغط على أي مجسم عندك اللي هو كورة من الأوتلاينر نفسه، نفسه على اليمين. اضغط كليك مرتين بسرعة يفتح لك خصائص المجسم واليوفي حقته وكل شيء. لا لا كليك مرتين بسرعة يعني. الله يكون ما جاء معك. طيب اضغط كليك يمين. ابغاك تفتح بس كيف. دقيقة. edit in content edit sphere. ثاني خيار، ثاني خيار. هنا شايف كل الخيارات حقت المجسم، اليوفي، الكوليجن، الاصطدام، مدري ايش. ايوه حلو. هذا يفيد في الحركه لما تبي تعدل على الحركه يا اسلام. اي نعم. ايضا انزل بالاعدادات حقت المجسم تحت، يمكن تلقى في شيء له علاقه بالبيلد سيتنج، يمكن شيء له علاقه بالخامات ولا شيء. لا يمكن بالخامه بس. فوق كان في بيلد سيتنج فوق في الاعلى. اكشن بيلد سيتنج. طبعا هنا تلعب باعدادات ال التكستشر. لا خلاص يعني بس انا حبيت اوريك. اي هذا هذا حق المجسم. حبيت اوريك المساحه حق الاستاتيك مش. طيب خش هنا وخش اعمل اي حاجه مو لازم.
طيب كذا كويس. اضغط حرف جي يسوي رندر ابو نواف. جرب ازيد الرندر هذا شويه الانتنسيتي. غير الوان المشهد والله يطلع حلو. والعب بالكاميرا ابو نواف، حط الفيلم المدري ايش الكاميرا نفسها. شوف شوف الكواليتي هني ممتاز حلو. شوف حتى هني اوكي. خل رندر نجرب. اضغط حرف جي قبل عشان تختفي الكاميرا وكل شيء بالجراوند. اوكي رندر. اوكي ناو يو كان رندر. لا 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 ابو نواف من نفس بجنب البرسبكتيف السهم المنسدل. هاي ريزوليوشن سكرين شوت. خليه 5. جرب. اتوقع جهازك يتحمل اكثر ابو نواف ما شاء الله. شوف شوف هني الصوره شحلاتها ابو نواف. انت تصير معك اقوى وافضل تدري متى؟ لما تصدر عن طريق السيكونسر، لانك راح تختار دقه معينه وتصدر بي ان جي. مو هذا قصدي، انا قاعد اقول لك لو رندر الكاميرا ممكن يصير احسن. افضل روح للسيكونسر. يلا لسه هو زين ما شاء الله. اوكي مع المجسمات الثانيه والانعكاسات ترى يبين ابو نواف. طيب عندك هايدرا ابو نواف، عندك ملف صوره اتش دي ار؟ شلون نقدر نغير؟ شلون تقدر تغير؟ عندك سكاي، نزل سكاي سفير من اللايت، روح لللايت، اللايت على اليسار، على اليسار. هذه سكاي سفير، لا، نزل سكاي لايت عادية، من اللايت. نلغي السكاي سكاي سفير. لا سكاي لايت تحت. آخر واحدة. هي سكاي لايت، أوكي. قطة كذي. نزلها، أيوة، وروح إعداداتها. تلقى سورس تايب تحت بالديتيلز. سورس تايب، شايف قدامك. هم معطينك قائمة افتراضية، انت اختار الثانية، الثانية تتيح لك مجال انك تختار الصورة، بس لازم تكون مستورد الصورة هنا بالساحة. تستوردها استيراد عادي عشان تطق السهم وتجي معك. يا رهوة هذه خلينا نقول. تمام، يلا. منين جايبها هذه ابو نمر؟ هذه جاية مع الفيرست بيرسون. تمام. انا كان ودي انك انت استخدمت من عندك، يلا ما في مشكلة. يعني اي صوره عندك تستوردها هنا عادي خلاص. أيوة. الحين شغاله وتقدر تلعب باعداداتها. تمام اوكي. الحين شنو صار يعني؟ يعني الهيدرا انعكاسها وكذا، تقدر تلغي الاضاءه. أيوة. الموجوده. شنو صار؟ غير. صار غير. شوف اللايت سورس. أيوة. الغيها اللايت سورس ابو نواف. جرب الغي الاضاءات الثانيه، هل تاثر الهيدرا ولا لا؟ اللايت سورس فوق، جرب الغيه وش يصير، ورجع اذا ما ضبط الوضع. شوف هذا السكاي سفير، هذه عبارة عن كرة ابو نواف، لو ضغطت حرف F تشوف كرة محيطة يعني. اي هاي سكاي سفير، نقدر نغير خامتها؟ والله ما نغير، اعتقد لازم في لايت سورس. لا نقول لا نبي هنا. تقدر تختار تقول تبغى الشمس ولا لا. طبعا عندك الشمس بوزيشن فوق. شوف هو مسوي شيدر خاص فيه. انت تلعب فيه ابو نواف، انا من هنا ترى حولت ليل. الغي الريفلكشن ابو نواف دقيقه. شوف الكلاود سبيد، غير الاوباسيتي حقتها تبين السحب معك. شوف الاوباسيتي فوق شوي، فوق المربع اللي فوق. ايوه بس تحت فوق تحت. ايوه رقم واحد الكلاود اوباسيتي يلعب فيها. الكلاود اوباسيتي زودها او نقصها ابو نواف. كلاود اوباسيتي زودها. أيوة. بس انت نزل عشان تشوف السحب ابو نواف، نزل شويه او صغر المشهد. ايوه اي كان بين واضح ما. وزود السرعه ابو نواف عشان تشوف السحب وهي تمشي ريال تايم. زود زياده. ايوه بس وغير اللون تحت. الالوان شايف الاربعه اللي عندك، لون الافق ولون السحاب ولون كل شيء، تقدر تغيره. الحين احنا نبي هذا ريفلكشن على هذا، يعني شوفوا واضح انه مو مسوي ريفلكشن على تلقى في خامه تتاثر بالشيء هذا، بس عاد عن طريق الخامات. يعني تذكر الميه كانت تنعكس خامتها، الغيوم كانت تنعكس. اوكي تمام. احنا هذا اعتقد طيب جرب صدر من السيكونسر. أه
لو فريم واحد روح جرب من السيكونسر. روح روح لا 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 تضيف الحين ابو نواف تضيف سيكونسر من فوق من السينماتيك ماستر سيكونسر. حلو. حط مشهد واحد بس نمبر اوف شوت واحد نمبر وان بس وقريت ماستر سيكونسر خلاص قريت وادخل داخله. طبعا هو انشاء لك كاميرا وكل شيء انت لازم عاد تتعامل مع كاميرته ابو نواف. طبعا نزل لك الكاميرا بالمكان اللي انت فيه الحين. الحين اضغط على الكاميرا داخل السيكونسر خلنا ابو نواف داخل السيكونسر الكاميرا عليها اللي هي تو تمام وروح اعداداتها بس اعداداتها لا لا تفعلها خليك مفعل الكت يا ابو نواف عشان الرندر اخر شيء لا لا اللي هو ايقونه الكاميرا فعل الكت تمام ايوه وروح لاعدادات الكاميرا على اليمين تحت ايوه وتقدر تلعب بهذه تمام بس كيف تشوف التاثير ابو نواف اوف هي دي اس ال ار مكتوبه بس خلينا نحطها ديجيتال فيلم يعطيك كلوز اي اوكي اوكي هذا كان تمام. اهم شيء السكرين تحت اخر شيء اهم شيء سكرين تحت اخر شيء اخر شيء لا 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 لا, لا اخر شيء اللي هي هذه قاعده عندك احفظها كواليتي لازم إيه. حياك الله اخوي ادم يا اهلا وسهلا الله يبارك فيك ايوه خلاص الكواليتي 100 ابو نواف الحين طق زر الرندر ابو نواف زر الرندر بجنب الكاميرا بنفس السيكونسر هذا ايوه و الخيارات خليها عاليه ريزوليوشن مره خليها عاليه وين شلون نسوي يعني هذا هي 640 6 لا لا 480 مدري ايش فوق 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 خليها تقدر تقدر باس ابو نواف شايف اوكي اي الباسز هذول الباسز روعه طق السهم طيب ابو نواف السهم اللي فوق عشان لا 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 اللي فوق السهم اللي بالنص اللي تحت الريزولوشن السهم ايوه خلاص بس حبيت اتاكد طيب طيب انت الان بس قبل تسوي كذا تبغى تصغر المساحه على اساس الريندر يكون سريع تبغى فريم واحد صح اي قفل قفل الاعدادات هذه كلها معليش خلينا نصغر المساحه اللي نرندرها نقدر نقول له سكيب ما في مشكله صح كيف هو نقول له سكيب يعني ندوس سكيب يوقف الرندر اي اي تمام تمام أي. تمام بس اختار بي ان جي بس فوق ابو نواف اختار بي ان جي فوق انت مختار باسس بي ان جي تمام خلاص كابتشر موفي الورلد فريم ما تسمي منها الملف ابو نواف تسميه برا دونت سيف دونت سيف يا سلام عليك ايوه خلاص سكيب سوي هروب مو مشكلة سوي هروب هذا وين دششني مكان الصورة انت عارف وين هذا القديم القديم بلا اي هذا قديم هذا اليد هذا اليديد كاهو حلو حلو لون رو اسمه ماخذ في جاما ابو نواف تبين الالوان ترى معك بالمشهد كذا اتوقع يعني لا جاما مبين مسويها جاما كلر يعني انت تشوف اشياء انا ما افهمها صراحه بس كويس اي نفتحها بالافتر افكت وين الشات ما شاء الله اذا دخل اخوي ادم يصير 20 50 كتابه ما شاء الله ايش كذي توني ادري وش معنى المدواخ يا ابراهيم توني افهم وش معنى المدواخ والله العظيم ما كنت اعرف معناه اي والله ما عندنا احنا ما نسميه مدواخ هو الشيشه صح لا 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 تسمونه غليون انتم الغليون هو المدواخ انا حسب الشيشه شايفين الكباي ايوه تسمونه عندكم عمان المدواخ واهل الامارات نفس الشيء تقريبا كذي المدواخ في الامارات واتوقع في بعض الاماكن يمكن حتى الكويت نفس الشيء مدواخ والله استر والله
أنا يمكن لأني ما تعاملت معه فما ما سمعت المصطلح هذا جديد علي. لا وأسماء غريبة وعجيبة، الشيطان ودوخة بلي، والله واي تسمع كل يوم اسم هذا قبل هذا بعد. حلو يعني ممتاز. طيب وش صار بالسيارة؟ حليت مشكلتها؟ السيف نسيت تحفظ سيف أبو نواف. أنا بمسح هذا السيارة. أوه لو مو ماسحة أحسن داخلة لسسمة السيارة داخلة يمكن ما أدري. أنا جربت استوردت مجسم من الإلمنت 3D إلى الإنريال بس الخامات وقفت معي مشكلة. لا الخامات عادي إذا موجودة تقدر تركبها عادي. موجودة كثيرة أبو نواف، مسوي سبيكولر ومسوي مدري إيش ومسوي مدري إيش كلها بصيغة بنجي. ايه يعني دوخة صراحة.